بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ماء زمزم، لما شرب له تحوي أجسادنا من الماء أكثر من 70%، ولذلك فهو المكون الأساسي للخلايا. قد وجد العلماء بعد أبحاث استمرت أكثر من قرن أن الماء له خصائص شفائية تختلف من نوع لآخر، وآخر الأبحاث ما كشفه العالم الياباني ماسور أموتو في ندوة علمية بمدينة جدة، حيث وجد أن ماء زمزم يتميز على غيره من المياه بوجود الطاقة شفائية تعالج كثير من الأمراض. بعد أبحاث متعددة وجد أن هذا الماء إذا أضيف الماء آخر فإن الماء الجديد يكتسب خصائص ماء زمزم. والعجيب أنه عندما أثر على ماء زمزم بآيات من القرآن زادت الطاقة الشفائية لهذا الماء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ماء زمزم لما شرب له. تجد الإشارات إلى بعض الباحثون يشكون في بحث العالم الياباني، ولكن لا يمنعنا ذلك من الاستئناس ببحثه، لأننا كمسلمون نعتقد أن كلام الله يؤثر على الماء والجماد ويؤثر على كل شيء، لأن كلام الخالق سبحانه وتعالى ويؤثر على جميع المخلوقات. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا دليل على أن حتى الجماد وهو جبل يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.